اهلا بيكم في مركز ماربيلا الطبي. انا الدكتور سعيد تدري، اخصائي امراض واصابات العظام والمفاصل. كتير مننا بيشتكي بالام اسفل الظهر، ومش شرط يكون بسبب ديسك او حاجه، حاجات كتير بتسبب الام اسفل الظهر. زي ما احنا عارفين اسفل الظهر بيتكون من فقرات وما بينها مفاصل، وما بين الفقرات في الديسك، وجنب المفاصل والفقرات بتطلع الأعصاب الطرفية، وحوالين العمود الفقري بيبقى فيه عضلات بتحمي وعضلات بتحرك، وفي عضلات من الأمام ومن الخلف وأربطة. الجهاز ده معمول للحركة، فالحركة المنتظمة بالعكس الحركة المنتظمة بتفيده، الحركة بتقوي العضلات، بتفيد المفاصل عموما، بتغذي المفاصل وبتحييها. الحركة الخاطئة ممكن طبعا تأذي المفاصل أو تأذي الديسك. الحركة الخاطئة زي طريقة تشيل حاجة تقيلة أو حركة مفاجأة خاطئة، خصوصا الحركات اللي فيها التواء للفقرات شوية. إنما حاجات كتير تانية بتسبب آلام أسفل الظهر، زي القعدة كتير، الوقفة الكتير ممكن برضو. أهم حاجة الحركة، ننصح دايما بالحركة والرياضة.